مباشرة أكيد اسمحوا لي رحب بضيفتنا داخل استوديوهات أمواج اف ام السيدة فريال إبراهيم خبيرة الفلك والأبراج والطاقة. يسعد صباحك. يا صباح النور. يسعد صباحك. أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم 13/8، شو بدنا نحكي؟ شو بدك تخبرينا عن حركة الكواكب وتأثيراتها بشكل عام على الأبراج؟ حركة الكواكب ما زالت مثل ما هي، يعني كوكب عطارد إلى جانب كوكب المريخ، اثنيناتهم في برج العذراء، اثنيناتهم في برج ترابي. الأبراج الترابية يعني عندهم طاقة كتير كتير منيحة، إن شاء الله يستخدموها بشكل إيجابي. فالعذراء أو الثور أو الجدي كلهم عندهم طاقة كتير كبيرة، فلازم فعلا يدوروا على مكان أو ظرف يناسب هالطاقة حتى يفرغوها بشكل إيجابي. بعدوا شوي عن العناد للأبراج الترابية عم أقصدها. طبعا بالإضافة لكوكب الزهرة عم يتراجع في برج الأسد، يعني الأبراج النارية شوي عندهم تأجيل، شوي عندهم هيك أفأفي، شوي عندهم هيك شي مانو عاجبون. بشكل عام يعني ما فينا نحكي ونقول إنه في تغييرات لبكرة أو لبعده تماما لحتى نلمس التغييرات بالنسبة لهي الأبراج هي. صباح الخير يا برج الحمل. اليوم كتير بتمنى إنك تبعد عن العناد، بلا عناد بلا معاتبة بلا مجادلات بلا بدون هدف. يعني إذا أنت ولا بد اليوم بدك تناقش، خلي صوتك كتير هادي، لا تكون عالي. وأنا مبين معي أنه راح يكون كتير عندك بالرد أو بالنقاش حد وفي حماس وفي نوع من الانفعال ما إله داعي ولا إله مناسبة. فبتمنى كتير اليوم أنك تهدى، تستشير حدا بتحبه، تكون لك ثقة فيه، مع أنه أنت دائما وأبدا يا حمل وهالفترة هايدي عندك شغلي راح أخلك علي وأنا بعتبرها سلبية، سوء الظن بالطرف الثاني. فخليك هادي، كتير أمور بتصير أحسن معك. صباح الخير يا برج الثور. اليوم عندك شعور إنك هيك طاير بهيك طاير مبسوط فرحان، عم تعيش أوقات كتير حلوة، أوقاتك كتير إيجابية، عندك هالطاقة كتير منيحة. كونه المريخ فعلا في برج العذراء يا عزيزي الثور، اليوم لازم تستغل كل طاقتك. طبعا بالشكل عندك تعارف، عندك تغيير بالعلاقات او عودة اتصالات بالعلاقات، فامورك كتير منيحة، وخصوصا يعني كأنه اخبار بتجيك فيها مال او تندعم ماليا. على فكرة القاسم المشترك بين الابراج ال 12 يا جماعة كتير بده مال، ما عم يحسن تترتب معه الميزانية، ولا عم يحسن ينظم مع هالمبلغ اللي بيكون معه بشكل معقول او انه يريحه. بشكل عام الكل بده مصاري، كلنا بدنا، بس شوي شوي يلا بتفرج يا رب. برج الجوزاء، اليوم برج الجوزاء عنده امور مالية شغلته لدرجة رايح يجيب مصاري، واعد حدا، عنده التزامات، عن كمان الامور المالية شغلته للجوزاء. لكن الجوزاء بيفرق عن غيره كونه اليوم الحظ مرافقه بكل خطوة، فانت هدفك اليوم بتحققه وبتوصل لغايتك بأسلوبك وبلطافتك. برج السرطان، صباح الخير يا برج السرطان. اليوم القمر عندك طبعا عاطيك هالطاقة هالمروني هاللطافة هاللباقة، فأنت عم تتحدث بقوة، حشتك قوية، عندك الابتسامة المرسومة على وشك من الصبح، كتير منيحة أمورك. وبينتهي اليوم بأمور ممكن تنجزها فكر أنت أنه كانت صعبة تخلص بهالوقت، فأمورك كتير منيحة. صباح الخير يا برج الأسد. اليوم الأسد عنده ضجر، عنده ملل، عنده حالة نفسية مانا كتير منيحة، فأنت اليوم مزاجي انتبه من ألفاظك من ردك، أنت عم تحكي كأنه هيك متقصد أو مستقصد أنك تزعج الحواليك. فأنا بتمنى كتير يا أسد تنتبه على محيطك العائلي تحديدا، فشعور أنت بتمنى أنك يعني أنت كأنك غضبان وما عم تعرف لمين بدك تحمل غضب. ومع ذلك أنا بخبرك بأنه أمورك إيجابية لحد ما، فحاول تكون راعي. برج الميزان، صباح الخير يا برج الميزان. شعور بالظلم، شعور بالوحدة، كأنه هيك اليوم كأنه عندك هالحال النفسي إنه أو هالمزاجية بأنه أنا لوحدي أو عم أتعب بدون مقابل أو أنا عم أتعب ما عم باخد حقي. فأنت اليوم بتمنى كتير تبعد عن العتاب أو حدا إنه هيك مثل ما بيقولوا يستفزك، ما تكون قد الاستفزاز. أنا برأيي الصمت أكبر رد لأي موقف استفزازي. العقرب،
صباح الخير يا عفرة، بالأمور إيجابية كثير، خبر منيح اليوم، خبر مستني، خبر يعني بيعنيك، ممكن يكون سفر، ممكن يكون تغيير مكان، ممكن يكون بيع عقار، أي شيء كان متعسر اليوم الأمور إيجابية كثير يا عقرب. هو حل بيني وبينك العقرب يحس بشوية أو يلمس شوية انفراجات، فاليوم كثير منيح. صباح الخير يا برج القوس، اليوم القوس من الصباح مزاجه ما كتير، بس بعدين بتجي أخبار كتير حلوة، بحس حاله يعني عم يتساعد أو حدا عم يساعده أو كتير بيتقدم له هيك إغراءات، إن كان مشوار أو إن كان شغل أو إن كان أيا كانت نوعية هاي الإغراءات أو التقديمات أو المساعدات لبرج القوس بتسعده، وبحس حاله إنه هو كتير فعلا عنده قوة أو طاقة كتير منيحة، حتى يمكن ماليا اليوم بيندعم القوس، فهذا الشيء بيسعده وبيخليه يهدى ويفكر منيح. صباح الخير يا برج الجدي، اليوم مزاجك ما نو منيح، لا تحاول تنشر سلبيتك على حواليك، يعني كأنك انت اليوم ما جاي عبارة تطلع برات البيت، وكأنك هيك مستقصد او بتحاول تنكش تعليقات انتقادات للحواليك، ملاحظات متكررة، فاليوم البيت مشحون، فأنا بتمنى الجدي كتير ينتبه على الموضوع، يطلع برا يبعد شوي، ما بدنا نخسر حدا من حبه يا جدي. برج الدلو، صباح الخير يا برج الدلو، اليوم عم تعيش أوقات كتير حلوة، ما تعاتب حدا، بتمنى كتير إنك تنتبه، خلص بعد عن السلبية، تنتبه اليوم، قدي أوقاتك كلياتها هيك باللهو أو بالمشوار، أنا برأيي اليوم عندك معاتب انتبه لإله، حتى لو حدا راضي عاتبك أنا برأيي إنك تبعد عنه بطريقة ما أو بكلمتين أو بالصمت، أيام أجمل لغة وأحلى لغة، ويا ما بتختصر مشاكل وعتابات وخسارة لمين من حبه. آخر الأبراج هو برج الحوت، اليوم يا صباح الخير يا برج الحوت، التغيير بالعلاقات أو عودة اتصالات بحدا كانت شبه مقطوعة، أو عندك أمور رح تتجدد، أخبار يمكن بترد، يمكن بتخص سفر، بتخص شغل، بتخص صفقة، بتخص بيع. اليوم الأبراج المائية على فكرة أنت لاحظتوا معي كون وجود القمر ببرج السرطان، فالأبراج المائية كتير أمور ميسرة، إن كان عقرب أو حوت أو سرطان، إن شاء الله الأمور والفراجات لكل الأبراج ولكل حدا عم يسمعني. طبعا ما رح ننسى مولدها اليوم، تماما نعيد عليه، إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير، وإن شاء الله يا رب العمر المديد بالهنا. مولدها اليوم المرتب هالفترة هيدي رح يكون رح يكون كتير أموره مرتبة، رح ينهي هالسينة هيدي بإنجاز أكتر من شغلة، تحقيق أكتر من أمنية، تحقيق أكتر من هدف. يمكن لاحظتوا أنا دائما وأبدا بسعى على الربع الأخير من هاي السنة بـ 23، رح تكون إن شاء الله أكتريتا عنا فرص، كلنا رح ناخد حصة شوي، ما ضروري نحقق مثلا أمنيتين ثلاثة، خلينا نحقق أمنية ويكتر خير الله، وإن شاء الله يا رب كل عام وأنتوا بألف خير، إن شاء الله يا رب الجميع بخير. مواليد اليوم كل عام وأنتوا بألف خير، أمنيات كبيرة بالحظ السعيد يا رب. رح نبلش 6 ريال مع المشاركات، معنا مشاركة عبر الهاتف. صباح الخير. ألو صباح الخير. صباح الورد، تفضلي. ممكن أحكي مع المدام فريا؟ تفضلي. صباح النور. صباح النور مدام، أنا اسمي وفاء بنت نجات، مواليدي 14/10/84، أيوة، وزوجي 15/4/69. شو اسم زوجك حبيبي؟ علي بن عرفة. علي ابن عرفة. بس إذا ممكن أهم شيء الناحية المادية والأمور بشكل عام، يعني إذا في مجال. شكرا لألكم. تكرم عيني. أهلا وسهلا. بس ممكن بعد ما تسكر مشان أسمع من الرأي. يلا يا عمري. يلا انطرينا. يهلا. وفاء بنت نجات عم تسألني عنها وعن زوجها، يمكن نسيت تقول انه انا عم بسأل اول شيء عن التوافق، سألتني تحديدا اول شيء عن المال، ان شاء الله يا رب العالمين، يمكن هذه امنية كلياتنا، مو انا عم علق عليك يا وفاء لانه هيك حكيتي، لا، بس بشكل عام انت برجك ترابي الثور، والثور بلشت الامور والاحظوظ تضحك له،
والابتسامات، يعني فيني يقول إنه الانفراجات بلش يلمسها. علي ابن عرفي ناطر شي برجو قوس، بيني وبينك عجول ملول، يعني إذا مثلا أنا وعدته بشغلي إذا ما فورا نفذتها بيزعل بيتجر بيمل خلص ما عاد بده، يعني بلغتنا منقول بيحرق. بس بشكل عام هدول البرجين مع بعض إن شاء الله توفيقة كتير حلوة، بتمنى لك كل خير يا وفاء، وإن شاء الله يصير معك مصاري كتير يا وفاء. إن شاء الله الخير إن شاء الله لك ولكل من عم يسمعنا. إن شاء الله يا رب. رح ناخد مشاركة عبر الواتساب. حسن ابن فادية، فادية بالألف الممدودة، مواليد 15 آذار 2010، عن الصحة تحديدا، تكرم عيونكم. حسن ابن فادية، بس أنا بدي أنصحك برجك الجدي العاشر هادي كتير صعب كتير، تصور على هالشخصيتين المتناقضتين، يعني بدك تقول لك كيف هادي وكيف صعب، ما بتحب إلا كل شيء واضح، تكره هيك حدا يتعامل معك بشكل ملتوي. حسن تعبان من نفسيتك، أنت حامل هالسلم بالعرض وطاحش طاحش، ما فيك شيء، لا تخاف، وهم نص تفكيرك بالمرض وهم. ريح نفسيتك، بعد عن أي شيء ممكن يزعجك، يمكن أنا عم بطلب طلب صعب مستحيل، يعني حاول قدر الإمكان تشغل مرونتك أو طاقتك بشيء كتير يكون منيح. حسن ما في شيء بيخوف، سلامة قلبك ومعافى إن شاء الله. أيضا عنا مشاركة، هبة بنت نورة، مواليدة 24/8/81. هبة ألف ونورة ألف. هبة لا تاء مربوطة، نورة ألف ممدودة. مع سعيد ابن فدوى بالألف الممدودة، 3/11/82. هي وزوجة حابة تعرف ماله وصحة، شو في عندهم شيء هيك مفائل. هبة عم تسألني عنها وعن زوجها وفي شيء بفائل إن شاء الله يا رب دائما وأبدا التفاؤل. هيك هبة، أنت برجك حمل، يعني نار، يعني بتتنرفزي أو ما بعرف شو بدي أحكي عن هبة، بس هبة برجها ناري، حساس كتير، ظنوني كتير. هبة إذا في مشكلة بتصير بينك وبين سعيد أنت سببها، بحملك ياها. سعيد ابن فدوى برجه الميزان، هو مزاجي ما خلاف بس هوائي، فهو لما بيحكي معك أو بتناقشوا أي قصة بينك وبينه فبتخلق مشكلة من اللاشيء، فأنت بتحسي إنه هو عم يحكي ليستفزك، هو اللي عم يحكي عم يستفزك ولا شيء، هو طبعه هيك، فلما بتحكوا بتتناقشوا بتحسي إنه هو مستقصد إنه يزعجك، وقال ما في شيء أبدا، خففي غيري، خففي سوء ظن، بتعيش كتير منيح وماليا كتير منيحة. لو خسرناك بالبداية أو بداية السنة طبعا بقصدها، يعني كنا موعودين بجوز ما في خسارة، بس أنا بتصور لما بكون موعودة بشيء وما بحصل عليه يعني أنا بعتبره خسارة، فمع ذلك الله رب العالمين بيعوض، وإن شاء الله يا رب نجاح حلو، فرصة مال تجيكم يا هبة، بس هدي أعصابي ومثل ما بيقولوا وخليكي حسنة النية. نختم مع سماهر بنت سهيلة، 21/1/96، عن المستقبل والعمل. سهيلة تا تمام. سماهر بنت سهيلة، والله يا سماهر انت من فترة تعبانة، برجك عقرب ورح تضلي تعباني لآخر السنة هيدي. كيف يعني تعب؟ هو ما في شيء جديد أبدا، ما في شيء سيء أبدا، انتبهي، يعني يوم منيح ثلاثة لا، يعني ما بدال ما قلك يوم منيح يوم لا، لا رح قلك يوم منيح وثلاثة لا. عم تحسي بضجر، تحسي بطاقة ما منيحة، يمكن المحيط اللي حولك نص السبب هني، يمكن أمورك إنك عم تسعي لشيء وما حدا عم يفكر فيكي، يعني شعورك بالوحدة، ما حدا عم يوقف لجانبك، في عندك غيري من الحواليكي عم يغاروا منك ما عم يغاروا عليكي، بس بشكل عام سماهر رح توقفي على اجريكي مثل ما بدك واحسن، ورح تحقق اللي بدك اياه، وبرج العقرب ما بيخاف عليه ابدا ابدا، يملك من الطاقه كتير منيحه، ان كانت سلبيه قادر يعملها ايجابيه، ومهما كانت الظروف رح يكون قادر انه يغيرها. فبتمنى لك كل خير يا سماهر، والامور ان شاء الله احسن بكتير.
إن شاء الله يا رب الخير للجميع. بختام برنامج الأبراج لليوم بدي أشكرك السيدة فريا إبراهيم خبيرة الفلك والأبراج والطاقة، يعطيكي ألف عافية. شكرا كتير. شكر موصول أيضا لكل متابعينا عبر شاشة قناة أوغريت وأيضا أثير إذاعة أمواج FM. تضلوا بخير يا رب. باي باي.